معايا الاستاذ طارق محمود المحامي. اهلا وسهلا يا استاذ طارق بيك في 90 اهلا دقيقة. استاذ، تحياتي لحضرتك اهلا بيك يا فندم، اتفضل. وتحياتي مرة اخرى لحضرتك لانك بتتصدي وفريق اعدادك للمهاترات اللي بتطلع لنا كل شوية دي. لا الا المرأة، محدش يجي على المرأة. يعني ما هو ما يعني مهاترات ضد المرأة يبقى بتستهدف الدولة المصرية يا دكتورة باسم. لا يعني عايز يحرمها من التعليم وبيهينها وبيشتمها ازاي يعني؟ مين دي اللي هبله ومسكوها طبله؟ هل قانونا يا استاذ طارق ده يعتبر ايه يعني؟ جمله هبله ومسكوها طبله، والجمله الثانيه اللي هي كانت في جره وطلعت لبره، ايه الكلام ده اللي على المراه ده؟ شوفي حضرتك، الكلام اللي طالع ده ما يطلعش غير من واحد يا مقتل يا جاني. كلام واضح وصريح، وده اللي هيتضمنه البلاغ اللي انا هقدمه للمستشار النائب العام بكره الصبح. إن هتقدم أنا بلاغ ضده يا استاذ طارق؟ ده فورا. ده يعني اي مصري بيخشى على بلده وعلى المراه المصريه لازم يتقدم به ويتضامن مع هذا البلاغ. بكره الصبح نتقدم ببلاغ ضده، ده بيهدف، دي حملات ممنهجه ضد المراه المصريه. كويس ان حضرتك بتتصدي ليها يعني. أنا بكرة هتقدم ببلاغ للمستشار العام أتهم فيها بإثارة الفتن ونشر أخبار كاذبة وتجدير الأمن والسلم الاجتماعيين للبلاغ. زي ما أنا قلت لحضرتك كده، هي حملات ممنهجة ضد المرأة المصرية، وفي نفس الوقت بتستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها. يعني على مدار 7 سنين وأكثر، شفنا من بعد ما تولى الرئيس الرئاسة وهو بيحط المرأة في المكانة اللي طالق بيها. دي المرأة يا أشرف، يا الرئيس، رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بيخاطبها وبيقول لهم انتوا عظيمات مصر. هي دي المرأة اللي انت بتتكلم عليها، اللي بيقول لهم انتوا مصدر الوطن وقوة هذا الوطن، انتوا العمود الرئيسي لهذا الوطن. اللي دلوقتي يعني انا مثلا استاذ محامي اما بقف اترافع قدام محكمه جنايات بيبقى عضي اليمين مرأة سيده يا دكتوره بسمه. دي المرأة اللي انت دلوقتي قاعد تطلع بوست عشان ما اعرفش تركب ترند ولا ايه، ترند اقوم اهين واشتم بالطريقه دي، وبتحط من قدرها. هذا الكلام غير مسموح به اطلاقا. دي دعوات مأجوره ومدفوعه من جهات معادية للبلد، لازم نتصدى ليها. بحييكي مرة تانية يا دكتورة بسمة، ان كان البوست ده ممكن يعدي وما كانش فيه حد ممكن يتصدى له وما كانش فيه حد ممكن يتكلم عليه. ان انت حضرتك، وانا شايف كم المكالمات حضرتك كملتي في الموضوع، في غضب عارم في البلد كلها، كل القرى، كل القرى. راجل معتوه يعني. انا برضو مستغرب يعني، انت عايز ترجع المرأة المصرية مش عصور الوسطى بقى، دي احنا بنرجعها بقى لعصور الجاهلية ما كانوا بيدفنوا البنات لما بيجوا ما لهمش لازمة بقى. الكلام ده غير مسموح به، الكلام ده بينشر الفتن في البلد. معلش يا جماعة، نزلوا لي البوست اللي نزله أشرف الخميسي دلوقتي ومعايا الأستاذ طارق محمود المحامي، جهزوه ونزله لي. هو كل واحد يعني يقعد يعني يضرب يعني كلمتين كده، لا هذا الكلام مش هيعدي مرور الكرام ابدا. يعني انت شايف حضرتك ان قانونا انه ده يعني الكلام ده يحاسب عليه قانونا؟ هيعاقب. انا هطلب في البلاغ اللي انا هقدمه للنائب العام ضبطه واحضاره عشان يحقق فيه في التفاهات وقله الادب اللي هو وصف بها المراه المصريه. ما عندناش بنات احنا كده ولا عندنا نساء كده يا اخي. بص يا اخي، ده رئيس الجمهوريه يا اخي، يعني خلي عندك دم. ده بيعلي من قدر المراه، بتتعمل مؤتمرات عشان تمكين المراه. انت تيجي في هذا الوقت وبعد ما المراه يعني تبوأت يعني مناصب كتير في البلد تيجي توصفها بهذه الاوصاف؟ ايه هدف؟ عايزين نعرف ده هدف مين بقى اللي دفعه لهذا؟ عايزين نعرف ومن الجهات بقى المعدل للبلد. عايزين برضه نعرفها يا دكتوره بسمه، مش اي واحد يتكلم كلمتين. هي طبعا، اصل هي مش سايبه، هي ده في مصر.
طب في البلد اللي فيها الحقوق، وخصوصا انه السيد الرئيس مدي للمراه حقوقها كامله متكامله، فانت جاي النهارده تهين المراه والمراه القرويه كمان. هذا مين نسمح به؟ ده بيهدف لاثاره الفتنه، هذا رجل مدفوع من جهات معاديه للدوله. هنعرف الجهات اللي هي دفعته عشان يكتب، والقرف اللي هو كاتبه في المنشور بتاعه ده ايه السبب فيه يعني، ومين اللي دفعه كده ومين اللي حرضه كده. مش معقول ان احنا هو منزل بوست ليا دلوقتي بيقول الموضوع بقى قضيه راي عام. انا حاسه انه فرحان انه بقى قضيه راي عام، وده اللي هو عاوزه يعني اعلاميه مبدئيا، ده الترند اللي هو عايز يوصل له. هو كاتب العنوان، هو العنوان ده اللي كاتبه، هو ده اللي عايزه. طب شوفي حضرتك، انا معلش خليني يا استاذ طارق اكمل لحضرتك البوست. اتفضل. الاستاذه بسمه وهب المذيعه لقناه المحور في برنامجها 90 دقيقه تصر على توجيه بلاغ للنائب العام ضدي بأني أهنت المرأة في عصر تمكين المرأة، مع أني لم أقل سوى رأيي في كلمات. أنت ما قلتش رأيك، تأهنت المرأة وتلفظت في حقها، واتبعته بمنشور توضيحي كمان أن هي مبيتة على كسر الخمايسي. ده على أساس أن حضرتك إيه يعني مثلا بتنافسني في الإعلام مثلا، فأديب عالمي يعني حضرتك. بسمه هانم لحظه يا استاذ طارق، بسمه هانم تخيرني بين امرين، الاعتذار او التعرض للقضاء. طبعا اخترت القضاء لانه ارحم من ارهاب الاستاذه المذيعه. هو بيهدف احنا اللي عندنا ارهاب فكري. اسمحي لي بس يا دكتور، بس عشان ما اطولش عليك. هو اتفضل. سعيد جدا ان اعلاميه بقدر حضرتك تصدت له، فهو دلوقتي فرحان وعنده سعاده ان في ناس بتدخل حتى لو كانوا بيشتموه، فهو عنده سعاده غامره ان حضرتك تصديتي له، وان في ردود افعال حتى لو مضاده له، ان هو اسمه بيتكرر. انا ما اعرفش اشرف الخميسي ده اول مره اسمع. وانا والله ولا احنا كلنا حتى شخص مجهول يعني، بس لما شخص مجهول يقول كلمتين قلات الادب زي دول ويصف المرأة المصرية بهذه الأوصاف، يجب أن نتصدى له. وأنا أوعد حضرتك بكرة الصبح إن شاء الله بلغ للنائب العام أطلب فيه ضبطه وإحباره، وأتهمه فيه بإهانة المرأة المصرية وتحقيرها وإثارة الفتن ونشر أخبار كاذبة عن المرأة المصرية وتجدير الأمن والسلم الاجتماعيين في البلد. ويجب أن كل الناس الشرفاء، وأنا جالي حتى تليفونات كتير جدا خلال العشر دقايق اللي فاتوا بيطلبوا مني أن أنا اتعرض له، وانا اتقدم ضده ببلاغ، وبكره الصبح انا اتقدم ضده ببلاغ. هبعت لك. واحنا اخترنا القضاء وواثقين في القضاء يا استاذ طارق، وانا اتفضل هو هياخد حسابه، وقله الادب دي لازم تتمنع. الكلام ده غير مسموح بيه. احنا يعني في مرحله يا عم اشرف يعني دلوقتي تطلع لنا في بوست زي ده؟ يعني انت دماغك عاليه قوي يعني تطلع في البوست ده ويعني تستهدف يعني الست المصريه؟ عيب 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 الكلام ده، عيب الكلام ده. انا باسم المراه بشكرك الاستاذ المحامي طارق محمود، وبقول للاستاذ الخميسي احنا اخترنا القضاء، واحنا واثقين في قضاء بلدنا على فكره، وهتتحاسب وبالقانون، وما تجيش جنب المراه في مصر، ولا المراه مراه القريه، البنت القريه ما تجيش جنبها، لأن أنا منها ومش هسمح لك. وديك سمعت الناس كلها من كل الأطياف قالت إيه، اللي من المنوفية ومن الأقصر ومن البحيرة، والتليفونات كتير لسه ما زالت، بس الحقيقة خلاص بقى كفاية عليك كده.